نتحدث إلى حضراتكم عن دور هيئة الاستشعار، عن بعد والبيانات الصادرة عنها في الحد من تأثير التغيرات المناخية. أيضا يمكن تساعدنا هذه البيانات على تحديد أماكن خاصة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية لنقدم حلول لتأثير هذه التغيرات المناخية. نتحدث ليه دكتور محمد زهران رئيس هيئة الاستشعار عن بعد. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين. الأقمار الصناعية وهيئة الاستشعار عن بعد إزاي بتنبهنا لمسألة التغيرات المناخية، وإزاي أيضا بتساعدنا على الحد من تأثير هذه التغيرات المناخية؟ أولا الأقمار الصناعية بتقوم بمراقبة الأرض، والأقمار الصناعية اللي هي في مجال الريموت سينسينج أو الاستشعار عن بعد بتبقى موجودة على مستوى اسمه لو إيرث أوربت أو مستوى الأرض المنخفض، وده مدار بيكون من حوالي من 400 كيلو لغاية 1000 كيلومتر. الأقمار دي بتأوربت الأرض أو بتلف حوالين الأرض عدد مرات في اليوم بتصل من 16 ل 18 مرة. في كل مرة بتمر على الأرض بتصور منطقة معينة، الصور دي بيتم استقبالها من خلال محطات لاستقبال صور أقمار صناعية، وتحلل هذه الصور ويطلع منها طبقات مختلفة. كل طبقة من الصور دي بتفيد مستخدم معين، يعني إحدى الطبقات مثلا تكون مهتمة بالتنمية العمرانية والتغير المكاني، إحدى الطبقات الأخرى تكون مهتمة بالرقعة الزراعية والأماكن تواجد النباتات، طبقات أخرى تكون مهتمة مثلا بالمياه السطحية وما شابه ذلك. في برضه أقمار صناعية بتهتم بالتغير المناخي وبتقيس الإير بوليوشن أو ملوثات الهواء ودرجات الحرارة وما شابه ذلك. فالأقمار الصناعية لها فوائد كبيرة جدا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واحنا بنتكلم يا دكتور عن التغيرات المناخية، ماذا رصدتم من تغيرات مناخية هنا في مصر نقدر نحن نتحدث عنها؟ من الأشياء المهمة اللي بتهتم بها صور أقمار صناعية في مجال الكلايمت شينج أو التغير المناخي موضوع تصحر الأرض وكيفية التغلب عليه. كذلك بتخدم المشروعات القومية الكبيرة زي الدلتا الجديدة وزي المليون ونص فدان. صور أقمار صناعية بتبين فين الأماكن اللي فيها رقعة زراعية، ونقدر كمان من خلال صور أقمار صناعية نتابع معدل التنمية الاستثمارية في المجال الزراعي، ونقيس كمان صحة النبات من خلال الكاميرات الحرارية المثبتة على الأقمار الصناعية. يعني احنا بنتكلم عن الموارد المائية وأيضا عن الغذاء. الموارد المائية بنقدر نستكشف المياه السطحية منها باستخدام صور أقمار صناعية، وبعض الأقمار الصناعية اللي ليها علاقة بالريدر ساتلايتس تعمل بنتريشن للأرض لمستويات معينة وتحدد مدى تواجد مياه جوفية من عدمه. لكن الأفضل في استكشاف الموارد المياه الجوفية ان بيتم عمل اجهزه استشعار ارضيه زي السكال برو والالكترومغنيتيك، دول جهازين بنقدر من خلالهم نعرف المياه الجوفيه اللي تحت سطح الارض على عمق كام متر، ونعرف كمان اذا كانت المياه ديت متجدده او ام لا، واذا كان في حاجه ما يسمى اسمها الابار الاختباريه بنقدر نعرف البروبرتي او الخصائص بتاعت هذه المياه من خلال معرفه خصائص المياه وخصائص التربه في المكان اللي موجوده فيه. بنقدر نقدم دراسة استثمارية متكاملة للمستثمر في التنمية الزراعية. يعني بنقدم الحلول. نعم بنقدم الحلول، بنقدم دراسة استثمارية متكاملة فيما معناه تحديد نوع النبات اللي ممكن يتزرع في هذا المكان، احتياج النبات ده لكمية المية، السويل اناليسيس او تحليل التربة، بنقول له ان الارض ديت مناسبة لزراعة نبات مثلا زي الفول السوداني او الخضروات او فواكه او ما شابه ذلك. ايضا كنا بنتحدث عن المشاريع الخاصه بالطاقه الشمسيه، ويمكن ده يعني محور مهم جدا اللي احنا بنتكلم عنه، الهيئه ليها دور في ده. وانا في المحور ده تحديدا هرد بروحين، يعني الروح الاولاني انا حاليا بادير مشروع اسمه المعمل المصري الصيني للطاقه الجديده والمتجدده، وده يعتبر اول مصنع، هو اسمه معمل لكن هو في واقع الامر هو مصنع بيعمل ماس برودكشن تمتلكه اكاديميه البحث العلمي، وده مشروع انا كنت استشاري فني فيه منذ بدا في 2017 وما زلت بشرف على تشغيله حتى الان. فاحنا بنصنع لوحات شمسيه في مصر. الهيئه بقى من خلال صور اقمار صناعيه بتقدر تقيس الاماكن اللي فيها الهاي انرجي هارفستنج سواء اذا كانت الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح، بنحدد الاماكن ديت وندعم متخذ القرار او الستيك هولدر بالمعلومات الكافيه عن اماكن تواجد الرياح بنسب كبيره ومعدل زيادتها، وكذلك الاشعاع الشمسي كمياته قد ايه في اماكن معينه، وده بيدي يعني دراسه واقعيه لتطبيق انظمه الطاقه الجديده والمتجدده، وخصوصا ان الدوله المصريه يعني حطت في خطه مصر 2025 ان يكون في حوالي 25% من الطاقه رينيوبل، و2030 هكون
هنوصل ل 45% طاقه متجدده منبعها الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح وطاقه باطن الارض اللي هي الجيوثيرمال. طيب كمان نتحدث عن طاقه الرياح، حضرتك كنت لسه بتتحدث عن طاقه الرياح. ايه الجديد في هذا المجال وايه اللي انتم رصدتوه جديد من خلال بيانات الاقمار الصناعيه؟ هي بيانات الاقمار الصناعيه بتحدد بس فقط الانرجي هارفستنج او الاماكن اللي فيها الهاي كاباستي انرجي من الويند او من الرياح، وتحدد قيمه الكايناماتيك انرجي اللي موجوده فيها. لكن بشكل عام يعني كمختص اساسا يعني الباك جراوند بتاعتي الكتريكال باور اند ماشينز، وليا ابحاث في الرياح واشرفت على رسائل دكتوراه في هذا الشان. مصر نفذت الانفرترز الخاصه بتاع دبل فيد اندكشن جنريتور، وده اللي بيستخدم في الرياح وحدات تحكم متكامله. واعتقد في اماكن كتيره في مصر صنعت الويند تيربن بليدز، وفي بعض المصانع بتصنع الجنريتورز نفسها او المولدات الكهرباء من طاقه الرياح. فاعتقد ان احنا واقفين على ارض صلبه في هذا المجال، ويعني داخلين على توطين للتكنولوجيا في طاقه الرياح بنسبه كبيره جدا زي الطاقه الشمسيه. احنا دلوقتي بنصنع الخلايا الشمسيه في مصر، ولما اقول بنصنع خلايا شمسيه يعني بنعمل مانوفاكتشرنج للسولار سيل، وليس شراء خلايا شمسيه جاهزه وتجميعها مع بعضيها في شكل لوح شمسي. لا، احنا بنصنع الخليه الشمسيه ونصنع وبعد كده نجمعها في شكل لوح شمسي بكفاءات عاليه. وده مصنع كان بين مصر وبين الصين اللي هو موجود في جزيره كرمان في سوهاج. صحيح. طيب يا دكتور، دور الهيئه في قمه المناخ 27 في ظل استضافه مصر لهذه القمه، واحنا بنتكلم عنها قمه التنفيذ. والله احنا هنا جايين بنقدم حلول لموضوع الكلايمت تشينج ادابتيشن، يعني من التكيف مع التغيرات المناخيه. من ضمن التاثيرات السيئه للتغير المناخي سواء اذا كان ديزرتيفيكيشن او الووتر سكيرسي او الفود سكيورتي. فاحنا قدمنا اولا حل بالنسبه للزراعه، عملنا سمارت اجريكلتشر سيستم، نظام الزراعه الذكيه دوت نظام بيقيس خواص التربه زي درجة الحموضة، درجة الملوحة، درجة الحرارة، درجة رطوبة التربة، وبالتالي بنقدر نحدد بالظبط متى يتم عمل الريجيشن، متى أو ري، أو متى يتم عمل نيتريشن أو تسميد. وكمان بنقيس الكلوروفيل بتاع النبات ونقيس الهيلث ستيت أو الحالة الصحية بتاعته، ونقدر نعمل فايتنج في الوقت المناسب. النظام دوت بيجمع البيانات ديت، يعني بيعمل داتا اكوزيشن وداتا فيجواليزيشن اون سايت. إذا كان في المكان اللي فيه استثمار زراعي حد يعني عنده باك جراوند في الانجنييرنج وبيفهم في البيانات يقدر يقرا المتغيرات دي وتستفاد منها. طب لو ما كانش، احنا بنبعت البيانات دي على داشبورد. الداشبورد دي ممكن يكون مستثمر عنده اكتر من بيفوت، عنده اكتر من مزرعه، ومن خلال شاشه الكترونيه بيعرف المتغيرات المختلفه في المزارع المختلفه وياخد قرار لو هو عايز. فوق كده احنا عملنا ما يسمى السمارت ديسيجن سبورت سيستم سوفت وير. ده برنامج متكامل، بالمناسبه كل الاعمال دي تمت بالتعاون ما بين الهيئه القومية للشعار من البعد وعلوم الفضاء وما بين معهد بحوث الالكترونيات الجهه الاصليه اللي انا جاي منها. النظام دوت او السوفت وير دوت بياخد كل البيانات اللي جايه من الفيلد ويعمل لها انتربوليشن او تفاعل مع بعضيها ويعمل بروسيسنج، وبعد كده بياخد ديسيجن ويرسل هذا القرار الى المحطه سواء اذا كان هيروي هيسمد او اي قرار مناسب طبقا للحاله الصحيه للنبات. الحقيقه في نظام اخر حابب ان انا اتكلم عليه، وده كانت الدوله وجهت بيه، اللي هو نظام المراقبه والتحكم في مياه الابار. النهارده طبعا مشروع زي الدلتا الجديده معتمد في زراعته على المياه الجوفيه وعلى المياه المعالجه وعلى المياه المحلاه من البحر. والثلاث عناصر دولت اساسا مكلفين جدا، وعلشان كده الدوله حطت تشريعات للتحكم والمراقبه في مياه الابار، وان هي تدي لكل مستثمر زراعي كميه معينه من المياه. صحيح. طبقا للتعاقد بتاعه. مين ينفذ بقى القصه ديت ومين يدي يعني اشارات او يعني فيدباك للدوله او للجهات ذات الولايه على هذه الابار؟ النظام اللي احنا عملناه سميناه سمارت ووتر ريسورسز مانجمنت اند كنترول، نظام المراقبه والتحكم في المياه. هو بيقيس الووتر فلو، تدفق المياه من الابار، وبعدين بيقيس الووتر اكيوميليشن بير اني يونت اوف تايم، سواء اذا كان في الساعه او في اليوم او في الاسبوع او في الموسم الزراعي. طبقا للتعاقد، يعني في ناس بتتعاقد مع وزاره الموارد المائيه والري الجهه ذات الولايه على كميه ميه معينه في اليوم او في الاسبوع او في الموسم الزراعي. فاحنا بنعمل البيان ده كله وبنبعت الكلام ده للستيك هولدر، اللي هو بيبدا بعد كده ياخد قرار اما ان هو يزيد ليه كميه من المياه لو هو محتاج والمكان اللي فيه البير يسمح بالسيفير ديسشارج او بالسحب الزائد،
بس في الحالة دي ممكن يغير تكلفة البيلينج، يعني was quite different billing. يعني لو كان الأول مثلا متعاقد سي على مثلا جنيه للمتر، ممكن المية الزايدة حاسبه بالدبل باثنين أو بخمسة أو وطفر على حسب التعاقد اللي بين ده وبين ده. النظام دوت كله ونظام الزراعة الذكية 100% Egyptian made، معتمد على electronic components متوفرة في السوق المحلي المصري، بتستخدم في أي حاجة، ما هيش restricted components، مش محتاجة license من أي حد، لا هي مايكرو كنترولرز والكترونيك ديفايسز متوفره في السوق المحلي. انما الهاردوير سواء اذا كان الوايرنج دياجرام او البلوك دياجرام او البي سي بي، كل ده تنفيذ تم داخل مصر، واختبرت هذه النظام نظام الزراعه الذكيه يطبق الان في مزارع الصالحيه. اما نظام الاستخدام الذكي في المراقبه والتحكم في المياه فتم اختباره واعتماده من قبل جهه سياديه، وفي توجيه ان هذا النظام يطبق على الابار المصريه اللي موجوده دلوقتي. شكرا جزيلا دكتور محمد زهران رئيس هيئه الاستشاره. شكرا لحضرتك وللساده المشاهدين والمستمعين. شكرا، صباح الخير يا مصر. شكرا.